حال، ولك ان تتخيلوا ان البطوله الافريقيه زي ما بكلم حضراتكم اللي هي انتهت امبارح، الجديده المفروض يوم 15 اللي جاي. النهارده ايه؟ النهارده 10. النهارده 10 على فكره. كل سنه وانت طيب احمد فتحي، عيد ميلاده النهارده، فكل سنه وانت طيب احمد فتحي. ف بعد 5 ايام انت مطالب ان انت تسلم قائمه للاتحاد الافريقي هتبدا بيها الموسم، وهتبقى 70 او 75% منها هتكمل بيها لحد شهر 5. ففي شغل، في تفكير، في بكره جاي، في حاجه لازم نبص لها، لازم نشتغل وراها، ولازم نسعى ان احنا ناخد منها احسن حاجه. فعندنا شغل. البطوله الافريقيه هقول لكم المواعيد كده وسريعا، يعني القرعه وقعت او اصفرت عن الاهلي، هيلعب يا اما بطل جيبوتي يا اما بطل اثيوبيا، والاسماعيلي هيقابل يا اما بطل بوروندي، او مش يا اما هيقابل بطل بوروندي في الدور التمهيدي، الزمالك هيقابل القطن التشادي او جوميدو بطل توجو، ده الفايز منهم هيقابله في دور 32 في الكونفدراليه، والمصري هيقابل بطل بوركينا فاسو او بطل بوركينا فاسو او بطل غيني. اوكي، اقول لكم نظام البطوله الافريقيه عشان تعرفوا ان الاحداث سريعه والاحداث ورا بعض. القيد الافريقي كان بدا يوم 20 اكتوبر واستمر لحد 1 نوفمبر. قائمه يعني مبدئيه، القائمه بتاعتك مبدئيه، وبعد 1 نوفمبر من 2 نوفمبر ل 15 نوفمبر من حقك تضيف، بس يعني من 20 ل 1 نوفمبر، من 20 اكتوبر ل 1 نوفمبر قائمه مبدئيه، وممكن تغير فيها زي ما انت عايز بدون اي غرامات يعني. لكن جاء جواب للانديه الافريقيه او الانديه المشاركه في افريقيا، الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري، ان مدوا الموضوع لحد يوم 8 نوفمبر، يعني عشان يعني يرشدوا النفقات شويه، او مش يرشدوا النفقات، يقللوا الحاجات اللي ممكن يبقى فيها تغييرات على الانديه المشاركه في افريقيا كلها، مش في مصر بس. فالتغيير ب 500 دولار تقريبا للعيب، ب 500 دولار، فمدوا الموضوع لحد 8 نوفمبر. لكن هي بالنسبه للنادي الاهلي مفيش مشكله، لان انت ممكن اساسا تحط 7-8 اسماء وخلاص يعني، وبعد كده تضيف عادي مفيش مشكله. فانت عندك لحد يوم 15 اضافه او قيد افريقي واجب عليك، بعد 5 ايام هتحط قايمه. القايمه دي اقل حاجه فيها 23، اقل عدد 23، وما تقدرش تزيد عن 30، ما تقدرش تزيد عن 30، واقل عدد هو 23. وقبل دوري المجموعات اللي هينطلق في يناير باسبوعين من حقك تضيف اسماء، يعني في يناير بقى من حقك تضيف اسماء، تضيف اسم، تضيف اثنين، تضيف ثلاثه، وبيستمر معاك القيد فتره. فانت هتأيد 23، هيبقى ليك 7 في يناير فيما طالع، وانت طالع كده اوكي. هتضيف 24 او هتأيد 24 اسف، هيبقى ليك 6 اسماء وانت طالع. 25 يبقى ليك 5 اسماء وانت طالع في لحد 31 يناير.